لا يمثل السياسة القطرية. بهذه العبارة الموجزة تبرأت الخارجية القطرية من تصريحات أذاعها التلفزيون القطري عن الداعية يوسف القرضاوي في إحدى خطبه التي تبث بانتظام في التلفزيون القطري من أحد المساجد في الدوحة. تصريح العطية وزير الخارجية القطري حاول أن يستوعب أزمة خليجية جاءت على إثر مهاجمة الشيخ المثير للجدل للسياسة الإماراتية واتهامها بأنها تعادي الإسلام. مصر النهاردة على خلفية نفس الأزمة التي أساءت إلى مصر أيضا في تصريحات استدعت القائم بالأعمال بالقطرية. طبعا العلاقات تعرضت لتخفيض سابق في سابقة هي الأولى من نوعها في العلاقات العربية، زي ما كان استدعاء الإمارات هي السابقة الأولى من نوعها يمكن في تاريخ العلاقات الخارجية. طبعا هذا الخبر، خبر استدعاء القائم بالأعمال القطري، متعلق أيضا بمسألة أخرى مهمة، وهي مسألة تسليم المطلوبين الذين طلبتهم مصر والذين تؤويهم قطر من متهمين بقضايا متعلقة بالإرهاب، وأشهرهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر وقيادات جماعة الإخوان الموجودة على أرضها. لكن السؤال الذي يطرحه تصريح وزير الخارجية القطري، هل بالفعل لا يمثل السياسة القطرية؟ طب السؤال الآخر، هل لا تمثله السياسة القطرية؟ في التقرير التالي رصدنا بعض التصريحات المثيرة للجدل للداعية المثير أيضا للجدل. ونسألكم، هل تماهت هذه التصريحات مع السياسة القطرية أم لم تكن تعبر عنها؟ دعونا نشاهد. الإمارات التي تقف ضد كل حكم إسلامي وتعاقب أصحابه وتدخلهم السجون. أزمة جديدة تضاف إلى سجل الأزمات التي تتسبب فيها تصريحات الشيخ المصري القطري يوسف القرضاوي، لكنها هذه المرة كانت بين دولتي الإمارات وقطر، وهو الأمر الذي ألزم وزير الخارجية القطري خالد العطية أن يصرح بأن القرضاوي لا يمثل السياسة الخارجية لدولة قطر، تعقيبا منه على تصريحات الداعية المعروف بقربه من جماعة الإخوان المسلمين. المجلس العسكري أيضا كان غير مخلص مع الإخوان، ورأى ذلك محمد مرسي، ففي أول فرصة. لم تكن هذه هي الأزمة الأولى التي تتسبب فيها تصريحات القرضاوي، فقد سببت خطبه بخصوص التدخل الأجنبي في سوريا وليبيا استياء الكثير. غير المسلمين فهؤلاء لا يستفاد منهم إلا في أشياء معينة، زي مثلا الإخوة في ليبيا استعانوا بالناتو. أمريكا أخيرا نشكرها على كل حال وننتظر المزيد، سمحت ببعض الأسلحة غير القتالية تعطيها للسوريين. النهاردة أجلت محكمة شمال القاهرة، محكمة جنايات شمال القاهرة، أجلت ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان في قضية ارتكاب اتهامهم بأعمال عنف وتحريض على القتل والبلطجة التي جرت في محيط قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر قبل الماضي. اتأجلت إلى جلسة الغد. القضية نظرت بالأمس، كان في جلسة في أول أسبوع وتأجلت إلى اليوم، وتم تأجيلها إلى جلسة تانية هتكون بكرة إن شاء الله. زميلنا مهاد الشرقاوي كان هناك في محيط الجلسة وسجل لنا بعض ما دار بداخلها، نشاهد. التأجيل إلى جلسة الغد لسماع أقوال أول ثلاثة شهود كان هذا قرار محكمة جنايات القاهرة في قضية قصر الاتحادية، المتهم فيها الرئيس المعزول وأربعة عشر آخرون. المحكمة النهاردة كان فيها قرارين تأجيل. القرار التأجيل الأولاني لجلسة بكرة لحضور أول ثلاث شهود في القضية، اللواء محمد أحمد زكي لواء أركان حرب قائد الحرس الجمهوري، واللواء هشام عبد الغني عبد العزيز رئيس شرطة الحرس الجمهوري، واللواء لبيب رضوان إبراهيم رئيس عمليات الحرس الجمهوري، ودول أهم وأخطر ثلاث شهود في القضية. وتأجلت تأجيلة تانية لجلسة 1 مارس 2014 لإيداع تفريغ اللجنة اللي حلفت القسم النهاردة من الإذاعة التلفزيون المصري لتفريغ الاسطوانات المدمجة. أنا طلبت كمدعي بالحق المدني بإضافة متهمين جدد لم يشملهم أمر الإحالة، وعلى رأسهم محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين وأيضا محمد سعد الكتتني. الدكتور العوة النهاردة لم يحضر، كان له مطلب واحد، هو جاء قال أنا جاي بتفويض من المتهم الأول في شأن واحد، وهو الدفع بعدم ولاية
رعايه المحكمه او الشرعيه الاجرائيه للمحكمه، وانها تغتصب سلطه المشرع، لانها واستند بقى كانت المفاجاه الجميله ان هذا استند للماده 159 من الدستور اللي بتقول ان هناك تشكيل خاص لمحاكمه رئيس الجمهوريه برئاسه رئيس محكمه النقد واقدم نواب رئيس المحكمه الدستوريه ومجلس الدوله واثنين رؤساء استئناف. فده كان اعتراف علني من مرسي ومحاميه بشرعيه ثوره 30 يونيو وبدستور الشعب الذي سفت عليه. زميلنا الاستاذ عمرو حسنين مساعد رئيس تحرير صحيفه المصري اليوم، عمر حسنين مساعد رئيس تحرير المصري اليوم والمشرف على قسمي الحوادث والقضايا والقسم القضائي، كان موجودا في هذه الجلسه. هنحاول ان احنا نفهم منه تفسير لبعض ما جرى. استاذ عمر، يعني اللي فهمناه من تقرير زملائنا ان القضيه رفعت لنفس السبب اللي اجلت لي امبارح، وهو ان لجنه الخبراء تستطيع ان تفرغ الاشرطه. ايه اللي حصل؟ ايه الاضافه النهارده؟ لماذا تعرقلت اعمال اللجنه؟ اولا اهلا بحضرتك يا استاذه منى وبالساده المشاهدين. الجلسه اليوم كان معروفا انها جلسه قريبه الى الجلسات الاجرائيه، وهو ان تاتي اعضاء اللجنه المشكله من قبل المحكمه وان يؤدوا القسم امام المحكمه ويتسلموا السيديهات او الاسطوانات المدمجه لفحصها وتقديم تقرير بشأنها. هو هذه الجلسة كانت مخصصة، ومعلوم من الأمس أن هذه الجلسة مخصصة لهذا الغرض. هل حضر المتهمين في هذه الجلسة؟ نعم، حضر جميع المتهمين المحبوسين وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي. خلال الجلسة دارت بعض الأمور، حيث أثبتت المحكمة عدم صدق الدعاءات التي دفع بها سليم العوف في الجلسة السابقة بأن المتهمين معزولين عن المحكمة ولا يسمعون، وأجرت المحكمة تجربة من خلال القفص الزجاجي، وتبين أن من يوجد داخل القفص يسمع ما يدور داخل المحكمة ولكنه لا يستطيع أن يتحدث إلا إذا أرادت المحكمة ذلك. المسألة الثانية وهي أن هناك كما قال المدعين في الحق المدني بالحق المدني في التقرير الذي ذاتموه أن هناك طلب لإدخال متهمين جدد بينهم البلتاجي والكتاتني والمرشد، أيضا طلب دفاع المتهمين إدخال كل من السيد عمرو موسى والسيد حمدين صباحي والدكتور محمد البلدعي كمتهمين، وهذا الطلب عقبت عليه النيابة العامة بقولها أنها تحقق في مدى اتصال الثلاثة بهذه القضية، وحدثت مشادة بين الدفاع وبين هيئه المحكمه. طبعا انا عايز افهم برضو من حضرتك استاذ عمر، يعني امبارح ما قيل ان دكتور سليم العوه كان حاضر بس عشان توكيله حدوده هو الدفع بعدم اختصاص المحكمه. النهارده حضوره في هذه الجلسه على اي اساس؟ وهل ده معناه ان توكيل المتهم ليه امتد الى نظر القضيه كلها او الى مباشره القضيه كلها؟ هو الدكتور سليم العوه كان موكلا او حسب ما اعلنه انه موكل للدفع بعدم الاختصاص الاختصاص المحكمه، لكن كما جرت العاده ونحن نعلم يعني ما يحدث من هذا التيار، لا يعني كان قبل ذلك محمد مرسي قد اعلن انه سمى فريق الدفاع وذهب اليه عدد من المحامين ثم عادوا ليقولوا ان محمد مرسي لم يسمى فريق الدفاع وقال انه سيدافع عن نفسه باعتباره انه يعلم القانون، وهناك أمور كثيرة لا تتضح، لكن سير الجلسات هو الذي يكشف هذه الحقيقة. ليس أمام محمد مرسي والمتهمين من جماعة الإخوان المسلمين إلا الالتزام بالتقاضي، لأنهم أمام القاضي الطبيعي الذي يعني سيؤكد التاريخ أن مصر لم تحاكم في ثورتيها الرؤساء الاثنين أو المتهمين بارتكاب جرائم في حق الشعب المصري أمام محاكم ثورية، وإنما أمام القضاء العادي وأمام جماعة الإخوان المسلمين وجميع المتهمين فيها فرصة ذهبية لإثبات أنهم أبرياء إذا كانوا أبرياء، ولإثبات أنهم لم يرتكبوا هذه الجرائم إذا كانوا لم يرتكبوها. جلسة بكرة يا أستاذ عمر، هل هتكون الاستماع ساعتها هتكون اللجنة المشكلة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون انتهت من عملها، ولا الجلسة مخصصة لأمر آخر؟ لا، الجلسة المخصصة لتسلم تقرير الإذاعة والتلفزيون هي جلسة 1 مارس من الشهر مارس القادم إن شاء الله، لكن جلسة غدا هي استماع لثلاثة قيادات من الحرس الجمهوري باعتبارهم شهود في هذه الواقعة، واعتقد انهم سيكونوا شهود اثبات، لان حسب ما
نعلمه من سير التحقيقات أن قيادات الحرس الجمهوري رفضت تواجه الشعب المصري وأن تطلق رصاصها أو تدخل في عراك مع الشعب المصري، وهكذا جيشنا دائما عهدنا به. شكرا جزيلا لحضرتك لكل هذه المعلومات. زميلنا الأستاذ عمر حسنين مساعد رئيس تحرير صحيفة المصري اليوم والمشرف على قسمي القضايا الحوادث والقضايا والقسم القضائي. مشاهدينا، المركز المصري لحقوق الإنسان نظم النهاردة مؤتمر صحفي للمرحلة الثانية من مشروع الحملة القومية لتدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس. لماذا يسعى المركز المصري لتدريس حقوق الإنسان في المدارس؟ إيه الإضافة؟ إيه اللي هيتغير في حياتنا لو إن أولادنا درسوا هذه المادة في مدارس؟ حاولنا أن نحصل على إجابة لهذا السؤال من خلال المؤتمر الصحفي الذي حضرناه ونقلنا لحضراتكم جانبا منه. نشاهد. ما ورد بنص الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو على أن الحرب تبدأ في عقول البشر، وفي عقول البشر أيضا لا بد أن تنشأ حصول السلام. القرآن الكريم منهج جامع، منهج كامل، منهج شامل، منهج ما ترك شيئا، خصوصا في المسائل التي تمس حقوق الإنسان، وكذلك الكتب التي كانت من قبل كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. كل هذه الكتب ما أنزلها الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين إلا من أجل إقامة حياة آمنة. حقوق الإنسان مرتكز أساسي جدا لاستقرار أي مجتمع. لما يكون مجتمع فيه أفراد شعارين بعدم المساواة أو شعارين بالتمييز، يبقى فيه شعور بأنهم أقلية أو شعور بأنهم مضطهدين. ده بيدي شعور للعنف موجود في المجتمع من ناحية أن ما فيش مساواة أو ما فيش حرية مكفولة للجميع. لكن لما الفرد يشعر أنه له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، يبقى هنا في استقرار مجتمعي. وزارة التربية والتعليم النهاردة بنعمل افتتاح للمرحلة الثانية من المشروع تدريس. هنقف عند كلمة مادة حقوق الإنسان. هو من كلمة مادة يقصد بها في المشروع أنها تكون كتاب مستقل في وزارة التربية والتعليم، تعني أن يكون مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان موجودة في المناهج المختلفة وبصفة خاصة في مناهج التربية الوطنية. الرهان الآن على كيفية نشر قيم حقوق الإنسان وتعزيزها داخل المجتمع، ده اللي ناقص النهاردة. لم يكن دعم مصر للقضية الفلسطينية اختيارا ولا موقفا سياسيا، لكنه كان أمرا يشبه القدر. نحن لا نحمي فلسطين، نحن نحمي مصر وفلسطين، نحمي حدودنا ونحمي قضيتنا ونحمي أيضا عرضنا دون أن نكون بنتجاوز في هذا الوصفة. مشاهدينا، إلى أي مدى تضررت القضية الفلسطينية بالشد والجذب في الأيام الماضية؟ هل تضررت صورة الفلسطيني وصورة القضية التي لا يزال يوجد ذكرى في كل بيت لشهيد دفع حياته في إحدى الحروب الأربعة التي خاضتها مصر من أجل هذه القضية؟ من فلسطين الشقيقة بنستقبل ضيوفنا في هذا المساء دكتور عبد الناصر النجار نقيب الصحفيين الفلسطينيين، والدكتور ناصر أول أستاذ ناصر أبو بكر الكاتب والإعلامي الفلسطيني بعد هذه الوقفة القصيرة. ابقوا معنا.